أناشيد وطنية ومسرحيات ثورية هو أبرز ما ميز أجواء الاحتفال بذكرى ثورة نوفمبر في عدد من روضات العاصمة. لا صوت يعلو هنا فوق التغني بحب الوطن. أنا كنت فرحانة على هذه الحفلة كي كانت جاية تا أول نوفمبر نديلا في ثورة التحليلية. هذه المسرحية على الوطن. غنينا قسامة لبسنا العلم الوطني، غنينا الطاليوم علمنا، ودلنا مسرحية. أنا نحب الوطن بزاف. بعوده النحيل وصوته الصغير يقف عاصم رفقة زملائه شامخ الرأس ينشد لوطنه مرتديا هذا الزي التقليدي الذي كان يرتديه المجاهدون إبان ثورة التحرير. أنا لابس اللبسة اللي كانوا لابسينها مجاهدين، كانوا يضربوا مع المجاهدين، كانوا يضربوا، كان ما كان لي ميتين وكان لي مازال ميتين. درنا نشاطات جماعيه داروا فيها عمل في البرنامج، في برنامج تاعنا قاموا باشغال يدويه، درنا اناشيد مسرحيات، هيئناهم باش يتفاعلوا مع المناسبه. الاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر عند أطفال الروضة لا يقف عند هذه الأشغال اليدوية أو الأناشيد الوطنية، فحب الوطن واجب وقناعة تترسخ في أذهانهم كلما تقدموا بالعمر.